كابتن سيد كنت بتتكلم فيه تحديات، خلينا نتكلم. ده كان موسم استثنائي بشكل كبير جدا، استثنائي على مستوى طبعا فيروس كورونا، استثنائي على مستوى انتظام يعني انتظام الدوري تاني او عوده الدوري المصري. كمان كان في تحدي على مستوى الاشاعات والسوشيال ميديا وتحديات كتير جدا جدا. ازاي انت اشتغلت على الملف ده وبدات تعمل البالانس انك محافظ على لعيبتك بشكل كتير جدا، ما تدخلهمش في هذه الدوشه زي ما بيقولوا، وعلى الجهه الثانيه بتحارب وبتحارب بشكل اكتر من رائع في جبهه التحديات والمواجهات اللي واجهت النادي الاهلي؟ بص، انا دايما براهن على الاستقرار الداخلي. طول ما اللعيبه عندك قريبين من بعض وعلاقتهم كويسه ببعض وشخصياتهم قويه، تقدر تستحمل اي ضغوط وتقدر تستحمل اي ردود افعال، مفيش مشكله خالص خالص. يعني انا مش بقول ان يعني ان انت مجرد من الاحساس او مجرد من ان انت ما عندكش ضغوط ولا حاجه او ما بتقرا حاجه ما بتعجبكش ما بتتاثرش بشكل معين يعني، لكن انا بحاول افصل ده. انا على المستوى الشخصي انا ما عنديش اي حاجه على السوشيال ميديا خالص، لا عندي فيسبوك ولا عندي انستجرام ولا عندي حاجه على تويتر، ما عنديش حاجه خالص. مش بقول ان ده غلط، لكن انا ما بحبش اخد قرار بناء على ضغط معين يعني ولا حاجه. الموسم اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين، احنا دلوقتي متواجدين بثلاث بطولات، السوبر في بدايته اللي كان 3-2 برضه مع نادي الزمالك، وكان دوري العام وافريقيا. الدوري العام بارقام كويسه. وقدرك يعني ان انت من بكره فرحانين جدا وسعداء جدا ويعني زيطين من الفرحه زي ما بيقولوا، كل مصر يعني عندها البطوله دي تحديدا يعني. وليه البطوله دي تحديدا؟ البطوله دي تحديدا لان احنا اول مره نلعب 15 ماتش في البطوله على فكره. صحيح. يعني دايما بنلعب 12 14، بداناها من شهر 8 تخيل. يعني البطوله دي بدات من شهر 8 السنه اللي فاتت، المباراه اطلع بره في سنه وشويه. سنه وثلاث شهور. سنه وثلاث شهور. ف البطوله دي مع نادي الزمالك تمام، يعني نهائي ما بيتكررش كتير، اول مره في تاريخ القاره. صحيح. ان يبقى ناديين من بلد واحده. صحيح. يعني في الدوري ممكن تقول لو كسبني المره دي اعوض بكره، اعوض السنه الجايه، اعوض معرفش ايه، لكن لو خسرته ده تاريخيا وذهنيا نفسيا عند جماهيرك، دي كانت اكتر حاجه شغلاني واكتر حاجه ضايق يعني قلقاني، ان انت تخسر لقب من غريم تقليدي عندك منافس. على فكره هم قدموا ماتش كويس قوي النهارده، ماتش كويس من حق جماهير نادي الزمالك انها تفرح بفرقتها يعني. صحيح. تمام، لكن احنا كمان يعني قدمنا ماتش كويس كل حاجه، وكنا اقدر على مستوى الارقام. تتخيل ان انت البطوله دي احنا جايبين 36 جول، ما خسرناش غير ماتش واحد بس، تعادلنا ثلاثه وكسبنا 11 مباراه وتعادلنا ثلاث مباريات وخسرنا مباراه مع النجم بس على ايام بوند الله يمسيه بالخير. فانت يعني الاقدر بيها. الازمات اللي بتعدي اكيد، احنا مش عايشين في المدينه الفاضله، اكيد عندي ملاحظات في شغلي، اكيد في حاجه ممكن ما تعجبش الناس، اكيد ممكن ما تبقاش على هوا حد، وما بزعلش من الانتقاد ولا حاجه، ممكن التجريح في بعض الاوقات كده او الحاجات الشخصانه، وانا يعني برضو على مش غير من دماغي واسلوبي. النتائج ربنا موفق بيها خلاص، يبقى انت ماشي صح. ربنا مش موفق بالنتائج، والله الا الوكيل لو معاك اعلام البلد كله، بس نتائجك وحشه محدش هيرحمك لان انت وراك جمهور. انت نتائجك كويسه واعلام كله مثلا ممكن يبقى بيصطاد لك حاجه او بيستنى لك حاجه، مفيش مشكله برضو لان هو في الاخر بيأدي شغلهم يعني. صحيح. انا يعني برضو هرجع اقول لك دول اكتر يعني، الراجل ده اكتر والشناوي اكتر. المنظومه كلها يا كابتن سيد بصراحه دايما بنربط احنا النجاح ما بنربوش بحلقه واحده، هي دايما الحلقات من مجلس اداره، من حل مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ملف الكوره بشكل اكتر من رائع في اوقات صعبه. يعني انت انا اسف انا اقطعك بس هقول لك من الحاجات اللي بتتكتب على النادي الاهلي. يعني انا عندي مثلا الساعه 11 الصبح اجتماع في اتحاد الكوره عشان الموسم الجديد والكاس وهو يعني انت خلاص بعد 6-7 ساعات انت بتفصل على حاجه وبتحضر لحاجه ثانيه. بطوله الكاس قد يكون شايفها البعض انها بطوله اقل من افريقيا بكتير جدا جدا، لا تساوي اساسا يعني. احنا بنلعب دايما على البطولات الكبيره، دوري كافريقيا، لكن بالنسبه لنا برضو مهمه بطوله طبعا فهتحضر لها. هو ده قدرك بقى يعني، فبتشتغل على طول اليوم بيوم. صحيح. انا